طيحت فقط. الوغ صافي واحد بلوس دو 10 جور هكذاك، يعني اون سيمين قبل 5 جويلي هكذاك، بداو شفنا كلكو باج لي زون كومونسي ا بارطاجي دي انفورماسيون سون avoir d'informations fiables. صراحة ما كنتش حابة جو رياجي لسببين. كيما على بالكم صافي تقريبا واحد 7 هكاك، يعني 7 سنوات وانا في لي ريزو سوسيو. جي بوكو دو ريسبي بور فو، جي بوكو دو ريسبي بور ما كوميونيتي، جي بوكو دو ريسبي بور مون بيي، اي جي بوكو دو ريسبي بور موا ميم. اول حاجة ما نقدرش نخرج حاجة من فمي ولا نهضر حاجة اللي تقدر تولي فيرال وكاريمون كريي اون بوليميك، ساشون كو موا اول حاجة ولا مرة في حياتي، يعني الحمد لله يا رب، جو سي تري تري بيان واش نقول، جو سي تري تري بيان وين نحط رجلي، جو سي تري واش نقول وكيفاش نقول وعلاش نقولو. لي ريزو ابري تو مسؤوليه، هذه نقولها ونعاودها. حاجه واحده اخرى بار ريسبي لبلدي لولاد بلادي اوسي، سيتي لو 5 جويلي، سي با بوسيبل اني نخرج ونهضر حاجه الوغ كو الناس محتفله وفرحانه، و لو كان خرجت وعلقت ولا كش ما قلت ولا لو جوغ هذاك صوغيتي ايغويست اي انكونسيون دو ما بار. السبب الثاني ونتمنى انكم تتفهموني، انه تتفهموا قيمي مبادئي مي برينسيپ دون لا في. واحد جو دي بيان واحد ولا وحده ولا ما يقدر يجرني انه ندير دي بوليميك ولا ندخل في دي زيشانج خاصين بحياتي الشخصيه ما في بريفي. J'ai toujours été في le partage t'as des t'as de bons moments, t'as de bons plans. Très local, je suis pas là باش فلان دالي وفلان حقرني وفلان فعل فيا وفلان. Non, كاين نقطة تانيت اللي جو لا برون اون كونسيديراسيون في كل خطوة نديرها، في كل ديمارش نديرها. با اوبليي كو جو سوي مامون، عندي طفلين راهم يكبروا وراهم يحلوا عينيهم على الدنيا ويسمعوا ويشوفوا. ما نقدرش ندير حاجة اللي غدوة مغدوة يلوموني عليها، ما نقدرش نهضر على ان سوجي يخص أسرتنا اللي غدوة مغدوة نعرف بلي حيأثر على نفسيتهم، حيأثر على العلاقة تاعهم، علاقتهم مع أصحابهم، مع اللي يقراو معاهم. Je ne peux pas. Maintenant, je ne pense pas qu'à moi. Je pense aussi للأسرة ديالي، لما فامي. خاصة ولادي باسكو ما عندهم حتى ذنب. مقبل كي قلت لكم بلي صافي 7 ans كو شي سور لي ريزو سوسيو، كاين بنات بالك راهم حاضرين معانا لي elles étaient jeunes filles comme moi, elles ont évolué, elles sont mamans maintenant. J'ai des mamans comme j'ai des mamies comme j'ai des femmes qui نتلاقى بهم برا انا نحشم منهم، نعيط لهم طاطا ويقولوا لي ميرسي وبرافو، on me félicite et on m'encourage pour ce que je fais. Ma communauté c'est une communauté اللي واعيه مثقفه تعرف تميز، يعني d'ailleurs j'ai pu le remarquer في les commentaires، j'ai vu هكا quelques ما نقراكري نقول لكم ونهضر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثقتي بزاف قويه في ربي سبحانه، ربي سبحانه هو الوحيد اللي على بالو انا وناني رايحه، وعلى بالو واش كاين في قلبي، وعلى بالو واش كاين في راسي، وعلى بالو واش خيرت وشنو هي الظروف وشنو هما الحاجات. كاين واحد الحاجه جو بروفيتي باش نهضرها، جامي هضرت عليها مي جو بونس كو سي لوكازيون او جامي. عندها شحال، عندها دي موا اي دي موا ميم بلوس دان ان. Je recevais des messages en privé من عند des personnes اللي تبعوني depuis très longtemps كانوا كيلحقوني هذوك لي ميساج صدقوني والله دافونسي ولادك واقف عليهم دارك اي تو مي اون لي كيك شوز في عينيك نقراو حاجات و اون سي كو كاين حاجه. هاد لي ميساج ما تقولش تيماجيني وشحال كانوا قلتكم سا ميت اريفي دو فيرسي كاريمون دي لارم على انه انسان ما تعرفه وما تحكي له ما والو ما يقدر يقرا جوست من عينيك من تعابير الوجه ديالك من بلا ما تقول كلمه. دوكا حبيت جو بروفيت من هاد لوكازيون من هاد القعده ديالنا باش جو في باسي ان ميساج، ان ميساج كي تري امبورطون. شاك فام شاك مامون اي جو سولين لو مو مامون، كل امراه وكل ام
نسطر على الام لانها ما تقدر تاخذ اوكين ديسيجن بلا ما تخمم في اطفالها، وسعادتهم ولا سعادتها من سعادتهم. يعني كي نشوفوا ولادنا ملاح، كي نشوفوا ولادنا مهنيين، كي نشوفوا ولادنا عايشين في بيئه سليمه، الدنيا وما فيها. هاد الام هادي ولا هاد لا فام ولا الا لو دووا انها تعيش سعيده، انها تعيش اون بي، تعيش في سلام، تعيش معززه مكرمه. تقوني انه لو كومبا دو مامون ولا دو فام بو دوري دي زاني، سنوات وهي تحاول وهي صابره وهي اليساي بور بروتيجي سا فامي، باش تحافظ على الاسره ديالها تاني بور لو بيان دو سي انفون. مي للاسف دي فوا لا سيباراسيون سي لا سول اي اونيك سوليوشن. حاجه برك حبيت نختم بها، سموها وصيه، سموها نصيحه، سموها فلتان، يقعد هو الوحيد اللي عايش هاد لا سيتوياسيون. هاد الحاجة هادي خاصة بأفراد الأسرة، هما الوحيدين اللي عايشين هاد الظروف، هما الوحيدين اللي على بالهم شنو هي الحاجة المليحة الحاجة المشي مليحة، حاجة الصح حاجة الغلط. وتبقى للبيوت أسرار. هاد الكلمة هادي تاع ولا هاد الأفخاذ هادي تعجبني بزاف بزاف بزاف، ومن بكري نقولها. وهاد الحاجة تخليني عمري ما نمد مونافي وأنا ما سمعتش من عند طرفين، ولا مانيش قريبة من هادوك الناس ويسمحوا لي هما اني ندخل. وحاجه نقولها ونعاودها، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وحاجه واحده اخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بصلاه الاستخاره. اذا حرت ولا ما عرفتوا واش دير، ولا كل حاجه مبينه في ديننا، ديننا دين حق وعندنا كامل المفاتيح لكل حاجه. صلاة استخارة.